هو بيت عربي مهجور شي 30-35 سنة، أهله مسافرين، فتنا شفناه وعجبتنا الفكرة أن نفتحه شي حضاري شي حلو يعني للبلد، شي تراثي. أنا وكم شاب فتحنا المشروع يعني، والحمد لله حطينا فيه وزبطناه وحطينا فيه شي تاريخي شي قديم، جمعنا شغلات تراثية كتير يعني. درنا على البيوت، بيوت معارفنا، بيوت أصدقائنا، بيوت لا على التعيين. طلبنا منهم أنه نحن فاتحين هيك مشروع حلو يعني، إذا في ممكن ساعدونا بشي شغلة قديمة، بشي شغلة مثلا تراثية ما كن بحاجة لها يعني، ممكن نضيفها لهون للبيت يعني. أنا أم حدا الشباب شاركتوا معنا بهالمشروع، ورثته من أمي التنور والصاج وكبة العجين اللي هي من صخر حجريلة وفيها الدقمة، ندق اللحمة مشان نعملها عجين. هاي ماما كانت تعملها على طول، وجبنا بصاب كمان ورثناه من أهالينا. هذا بيت قديم عملناه للشباب الصبايا مشان هيك يغيروا شكل، يشوفوا أهالينا إيش كان يعانون أول بهالشغلات قديمة. كل شيء قديم حلو. كثير مشاريع حلوة بالنسبة للجيل اللي بهالوقت ما في يطلع كتير لمكانات بعيدة، خاصة بنات وخاصة شباب صغار، فهيك مشاريع بهالوقت كتير مشاريع حلوة، فكرتها كتير حلوة، ونحن لازم نحاول انه نطول هالمشاريع.